هرجع اكمل لك تاني على انه اللي جرى ده الحقيقه كبير، الرئيس شايفه حاجه بسيطه. احنا معانا الشيخ حسين عيد امين مجلس القبائل والعائلات المصريه بمطروح. اهلا 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 يا شيخ حسين. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله حلو؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. يمكن كنت بحاول استفهم اكتر من الحاج بلال من شويه بس الخط بيقطع جامد. انا كنت عايز اعرف انتوا شايفين لقاء الرئيس معاكم النهارده كان عامل ازاي؟ والحاج بلال قال لي جمله لطيفه قوي، قال لي ادالنا روح وامل. يعني بدايه احنا بنشرف اليوم زياره السيد الرئيس لاقصى نقطه في غرب مصر في مدينه السلوم التابعه لمحافظه مطروح، وهو لقاء بالفعل يعني يواكب حاله الاعمار الحاصله في الساحل الشمالي الغربي لجمهوريه مصر العربيه. واحنا قبل ما نتكلم في مواضيع التنميه احنا نتكلم في موضوع الامن التي يعني الذي تنعم به مصر خلال هذه الفتره. الامن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد التنميه، والتنميه تولد الرفاهيه. فموضوع الامن في حد ذاته هو اكبر مكسب في الفتره الحالية من نعم ربنا سبحانه وتعالى على جمهورية مصر العربية أن استقر فيها الأمن بهذا الشكل. وكما قلنا الأمن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد التنمية، والتنمية تولد الرفاه. صح. من المكاسب الكبرى هذه المشاريع التي أصبحت اليوم واقع يراه القاصي والداني، وأصبحت أمر واقع في جمهورية مصر العربية في جميع ربوع مصر من أسوان حتى الإسكندرية ومن سيناء حتى السلوم. المشاريع أصبح المواطن ينعم بها ويراها مرأى العين. فهذه نعم كبرى، نرجو أن يعني في عز هذه الظروف الاقتصادية الذي يمر بها العالم ناتج عن كما تفضلت حضرتك منذ قليل الوباء كورونا وما يعني جلب على العالم من خسائر اقتصادية كبرى، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأحداث التي يمر بها الإقليم بصفة عامة سواء في الجنوب أو في الغرب. يعني مصر تنعم بهذا الاستقرار في ظل هذه الظروف وتعمل على دفع عجلة التنمية إلى الأمن. المشاريع أنا هختص الساحل الشمالي الغربي وما تم فيه من تنمية من طرق، وليس طرق فقط وإنما جودة الطرق في الساحل الشمالي الغربي. نعلم أن مطروح مقصد مهم من مقاصد السياحة الداخلية في جمهورية مصر العربية، ونرجو أن تكون مقصد من مقاصد العالم للسياحة في الساحل الشمالي الغربي وما يتمتع به من جودة طبيعة و يعني طبيعة خلابة، وسبب من أسباب الزيارة يدفعها أيضا وجود أمن يحفظ أمن السائح إن شاء الله بإذن الله. يعني نرى أن في هذه المشاريع اليوم سبب من أسباب التنمية في الصحراء الغربية التي يعني أنت يعني عهد كبير في العصور السابقة من غياب بعد التنمية. مطروح مهم الخط بيقطع يا شيخ حسين. أيوة ارجع لي في نفس النقطة اللي كان فيها الخط. مطروح مدخل هام، منفذ السلوم النهاردة اللي كان يحتضن هذا اللقاء هو مدخل هام جدا لشمال أفريقيا بدءا من الشقيقة ليبيا. ونعلم الانتشار الديموغرافي السكاني في غرب مصر وشرق ليبيا، يعني قبل تقسيم الحدود كان النسيج السكاني والانتشار الديموغرافي طبيعة واحدة حتى قبل الاحتلال الإيطالي لليبيا. اليوم إن شاء الله فرص الإعمار في ليبيا بعد هذه الطرق والتنمية في مصر تسهل من التبادل التجاري بين مصر وليبيا، تسهل الانتقال المواطنين للمشاركة في إعمار ليبيا والشركات المصرية للمشاركة في إعمار ليبيا، وفتح آفاق للعمل كثيرة داخل حدود الشقيقة ليبيا، وبما يعود بالنفع على المنتج المصري والعامل المصري والشركات المصرية في داخل الشقيقة ليبيا. يعني فاللقاء النهاردة كان يشمل كل هذه المناحي يعني التي تعود
بالنفع على محافظة مطروح بإذن الله. وثق إنه ما في نقطة إلا وأنه الرئيس يستوفيها كاملة. أنا بشكرك جدا الشيخ حسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح. مما لا شك فيه إنه الأولوية دائما لأهالي مطروح في كل مناحي التنمية اللي موجودة هناك، في أي مشروعات موجودة هناك. فأنا بقول لك أهو الأولوية نمرة واحد لأهالينا في مطروح، نفس القصة زي ما كان بيحصل في سيناء، الأولوية نمرة واحد لأهالينا في سيناء، نفس القصة اللي حصلت قبل كده في الصعيد. والتنمية الشاملة اللي جرت في الصعيد كانت الأولوية نمرة واحد دايما لأهالي الصعيد بمحافظاته المختلفة.